مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. كلية الطيران الإريترية تخرج الدفعة الأولى بمستوى الدبلوم. مجلس الإقليم الأوسط يعقد اجتماعه الدولي. إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا اليوم. في اليوم الثاني من الحرب الأوكرانية المعارك على مشارف العاصمة كييف. مصرع 7 أشخاص في زلزال بجزيرة سومطرة الإندونيسية. مقتل العشرات في قصف القوات الكولومبية لمعاقل المنشقين. السلام عليكم ورحمة الله. خرجت كلية الطيران الإريترية اليوم الجمعة 25 من فبراير الدفعة الأولى من أعضائها بحضور فخامة الرئيس أسفورقي بدرجة الدبلوم. وقد تخرج الأعضاء القدامى والجدد في مراسم التخرج التي جرت في مركز القوات الجوية بمصوع بعد حصولهم على دراسة نظرية وتطبيقية امتدت لثلاثة أعوام واشتملت على الطيران وصيانة الطائرات وكذا صيانة الإلكترونيات والرادارات. وقال فخامة الرئيس أسفورقي في رسالته التي ألقاها في مراسم التخرج إن اكتساب المعرفة العلمية والمهنية والخبرة وتقويتها بالعمل الجاد والأخلاق الحميدة والإنتاجية تعتبر ثروة وطنية كبيرة، وعبر عن تهنئته للشعب وزوي الخريجين وقائد القوات الجوية، مشيرا إلى استمرارية تأهيل القدرات البشرية بالتنسيق مع صناعة الطيران وغيرها من الصناعات الأخرى بطرق بحثية جادة ومتطورة. من جهته قال القائد العام للقوات الجوية الإريترية اللواء تخلايها بتسلاسي إن تخريج الدفعة الأولى لكلية الطيران في لؤلؤة البحر الأحمر مدينة مصوع هو أسبوع الاحتفال بالذكرى 32 لعملية فنقل التاريخية يبشر بمرحلة مشرقة، إضافة إلى مكانته التاريخية ورزانة معناه. وأشار إلى أن الدراسة المكتسبة تساهم في وضع حجر أساس لإكمال الرسائل والمهمات بنجاح وتأمين النوعية والكفاءة. وذكر ممثل الخريجين إن الدورة المقدمة جزء لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها الدولة لبناء قدرات بشرية كفوءة ومنتجة، ولا شك أن كلية الطيران الإريترية والخريجين يلعبون دورا كبيرا في تطور الطيران الإريتري، مؤكدا جاهزيتهم للعب دور كبير وعمل وفي. وحضر مراسم التخرج الوزراء وقادة الجيش وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر والضيوف المدعوين، وقد وزعت رتب عسكرية على ضباط الطيران النموذجيين والفنيين والمدربين وشهادات تقدير للذين قدموا مساهمات فعالة. كما تخرج أعضاء القوات الجوية الحاصلون على ضرورة الغوص بالتنسيق مع وزارة الثروة البحرية بمستوى الشهادة. عقد مجلس الإقليم الأوسط اجتماعه الدوري العشرين يوم 25 من فبراير تحت شعار لنعزز الآن أيضا كل جوانب التصدي. وأوضح رئيس المجلس السيد إبراهام سمرآب في الاجتماع الذي حضره مسؤولو الإدارة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وممثلو الاتحادات الوطنية ومكاتب الوزارات ومدراء المديريات، أوضح إن المجلس ظل يعمل بقوة لمتابعة القرارات والتوصيات التي أصدرها في اجتماعه 19 والاستماع لشكاوى المواطنين وحلها بالتفاهم مع الجهات التنفيذية. وقال إن المرحلة تحتم علينا أن نكون مستعدين للتنمية وأمن البلاد على أساس شعار المرحلة القائل التعبئة كضرورة مرحلية. ودعا للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وتوفير مياه الشرب الصالحة وصيانة الطرق والأنشطة الزراعية لتأمين الغذاء وتصدي الشعب بوعي للمؤامرات والعدائيات التي تستهدف التطور. وأوضحت لجان المجلس في التقارير التي قدمتها تحسن إنتاج الخضروات والفواكه والعسل وتنفيذ أعمال مشهودة لتوفير المياه في الريف، داعية لحل النقص في شاحنات صهاريج المياه وتأخير توزيع المياه والتباطؤ غير المبرر أثناء دفع المواطنين للضرائب وعدم اتخاذ الخطوات ضد التجار غير المسؤولين الذين يزيدون من ارتفاع الأسعار. وأجاب مختلف المسؤولون على الأسئلة المقدمة في الاجتماع حول أوضاع التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وحماية الآثار والموروثات الثقافية.
وأصدر المجلس بعد مناقشة الآراء المقدمة من الجهات التنفيذية قرارات وتوصيات لتنفيذ الشعب تعليمات مكافحة كورونا وإعادة النظر في أسعار الكهرباء والغاز والوقود والاتصالات وغيرها. وأكد حاكم الإقليم الأوسط السيد فسهايلة في ختام الاجتماع على أهمية المجلس باعتباره جسر بين الحكومة والشعب لمتابعة تنفيذ البرامج وضعا في الاعتبار الطلبات والواقع، ودعا العاملين في صيانة وتشييد المباني دون تصريح للتقيد بالقانون. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين اثنين بمرض كورونا، وهم مصاب قادم من مندفرة وآخر في عبد السوقدو. في غضون ذلك شفي 3 مرضى من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9698، شفي منهم 9587، وتوفي 103، فيما لا يزال 8 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 25 من فبراير 2022. أعلن فرع الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر تحقيق تغيير نوعي في تطور الخدمات الصحية بإدخال المعدات الحديثة وتوظيف مهنيين. وقال مسؤول الفرع سيد تسفاي تسفازيون في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 21 و22 من فبراير الجاري تحقيق أعمال الرقابة والمتابعة المكثفة لمكافحة الأمراض الوبائية، وقد اتخذت خطوات لازمة لردع ظاهرة الحمى الصفراء في أفعبت وقلعله، وقد ارتفعت نسبة المتابعة قبل الولادة في عام 2021 ب65%، والولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 56%، والتطعيم وتوزيع فيتامين ألف للأطفال بنسبة 88% و96% على التوالي، والاستفادة من المراحيض بنسبة 84%، فيما زادت نسبة الإصابة بالملاريا ب10.4%. من جانبهم قدم مسؤولو الوحدات والمدراء الأطباء تقارير حول السيطرة على الأمراض المعدية ورعاية الأمومة والطفولة ورقابة الأمراض الوبائية والسل ومعالجة وجراحة أمراض العيون وإدارة وتوزيع الأدوية ورفع وعي المواطنين. بدورها ألقت وزيرة الصحة آمنة الحسين كلمة أوضحت فيها خلق بيئة صلبة تساعد في رفع مشاركة أهلية نشطة في كافة المجالات الصحية لما يلعبه من دور دافع لتحقيق أهداف التطور المستدام داعية لتأمين استمراريتها. أعلن مسؤول نظافة مدينة كرن السيد عبدو حسب ربه أن الجهود تبذل لجعل نظافة المدينة على أساس مجتمعي، وأوضح متابعة إدارة المدينة لحاويات النفايات والنظافة البيئية من السكان، ويقوم أصحاب المتاجر بمراقبة محيط مجرى الصرف الصحي والعمل لنظافته، وذكر بأن قيام السكان بنفير أسبوعي لنظافة البيئة يسهم في ضمان الصحة العامة ومتابعة مكتب النظام والقانون لقيام المرافق الخدمية بنظافة المساحة الموجودة أمامها. وأشار إلى وجود عاملات نظافة يعملن في 4 دوريات يوميا، مشيدا بتعاون وتشجيع السكان معهن داعيا للاهتمام بإشكالية سيارات نقل حاويات النفايات لقدمها. وأشادت العاملات في نظافة شوارع المدينة بالخدمات التي تقدمها لهن المرافق الخدمية، مشيرات إلى أن رمي كمامات الفم بكثرة في الشوارع يؤثر سلبا على نظافة المدينة. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر يوم 20 فبراير الجاري جائزة فعمة تكريمية ل25 طالبا متفوقا في امتحانات الشهادة المتوسطة في مديرية الرعدة، وحقق الطلاب المكرمين نقاط أعلى من 75% في امتحانات الشهادة المتوسطة في العامين الدراسيين 2019-2020 و2020-2021. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر إن الاتحاد يقوم بجهود لتوعية وتنظيم وتسليح الشباب الطلاب والعمال،
ويمنح كبير الاهتمام لتسليح الشباب بالعلم والمعرفة، وإن جائزة فعمل للطلاب المحققين نتائج عالية جزء من هذه الجهود. وذكر العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع روح الإبداع والمنافسة لدى الطلاب، داعيا الطلاب للاستفادة من الفرص المتاحة لهم. من ناحية ثانية، اختتمت مسابقات الخطاب والنقاش والمعلومات العامة التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر على مستوى مدارس الإقليم الثانوية. بعد هذا الفاصل القصير سيداتي وسادتي، أعود بالأخبار الخارجية. في اليوم الثاني من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دعت كييف إلى التعبئة العامة لمحاولة كبح الهجوم الروسي الواسع النطاق الذي يشنه الرئيس فلاديمير بوتين، بينما سمع عدو انفجارات في وسط العاصمة. وأشار الجيش الأوكراني إلى إطلاق صواريخ استهدفت كييف، موضحا أنه دمر 2 منها في الجو. وقال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصيانة تفاصيل عقوبات على روسيا، وافق عليها زعماء دول التكتل، قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف. وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان وبريطانيا وكندا عقوبة صارمة على روسيا في محاولة لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حملته العسكرية ضد أوكرانيا. لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح أن هذه العقوبات غير كافية نظرا لاستمرار العدوان الروسي على بلاده. ونقلت وكالة أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك عاصمة حليفته بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حيث تشن قواته هجوما. لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات جراء زلزال وقع في جزيرة سومطرة الإندونيسية. وقال مسؤولون إن الزلزال بلغت قوته 6.1 درجة، أدى إلى مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات عندما ضرب منطقة داخلية بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، وشعروا بهزات أرضية في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. ووفقا للمسؤولين، فإن الزلزال تسبب في فرار السكان من المباني في بعض المناطق، وتسبب في عمليات إجلاء على بعد 400 كيلومتر، وتم إخلاء مستشفى في ويستا باسامان على بعد حوالي 17 كيلومترا من مركز الزلزال، في حين قال شاهد إن السكان في مناطق أخرى أصيبوا بالذعر عندما هز الزلزال المباني لأكثر من دقيقة. قالت الحكومة إن قصفا نفذته القوات المسلحة الكولومبية أسفر عن مقتل 23 من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية في إطار هجوم عسكري للسيطرة على منطقة في شمال شرقي البلاد تقع على الحدود مع فنزويلا. ورفض أعضاء منشقون على القوات المسلحة الثورية الكولومبية المسرحة فارك اتفاق سلام عام 2016 مع الحكومة، وأصبح المعارضون يشكلون خطرا أمنيا بحسب الحكومة التي تتهمهم بقتل قادة المجتمع والمدنيين. وشارك الطائرات وطائرة هليكوبتر عسكرية في القصف على بلدية بويرتو روندون بإقليم أراوكا الكولومبي بحسب وزير الدفاع دييغو مولانو. وقال إن خورخي لسر خيمينيز المعروف باسم أرتور القائد المنشق عن فارك في أرواكا كان من بين القتلى. ويقاتل المنشقون عن فارك المتحالفون مع جيش التحرير الوطني اليساري من أجل السيطرة على تهريب المخدرات في المنطقة ضد جماعة منشقة عن فارك بقيادة أرتورو. في منطقة دراسية مبنية بالحجارة في منطقة الوادي المتصدع الريفية في كينيا، جلست بريسيلا سيتيني لتدوي ملاحظات جنبا إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بأكثر من 80 عاما. وارتدت بريسيلا زي المدرسة المؤلف من ثوب رمادي وسترة خضراء، وقالت إنها رغبت في العودة إلى المدرسة لتضرب المثل لأحفادها،
وسعيا للعمل بمهنة جديدة. وقالت بريسيلا إنها تريد أن تكون طبيبة لأنني كنت أعمل قابلة، مضيفة أن أبنائها أيدوا قرارها. وبدأت الحكومة الكينية دعم تكاليف التعليم الابتدائي في 2003، وهو ما أتاح لبعض الأفراد الأكبر سنا الذين تسربوا من التعليم العودة إلى المدرسة لتحقيق أحلامهم. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها. كلية الطيران الإريترية تخرج الدفعة الأولى بمستوى الدبلوم. مجلس الإقليم الأوسط يعقد اجتماعه الدولي. إصابة مواطنين اثنين بكورونا اليوم. في اليوم الثاني من الحرب الأوكرانية المعارك على مشارف العاصمة كييف. مصرع 7 أشخاص في زلزال بجزيرة سومطرة الإندونيسية. مقتل العشرات في قصف القوات الكولومبية لمعاقل المنشقين. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.